من منا لم يسمع بالفاتيكان، موطن البابا ومقر القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية؟ هي أصغر دول العالم مساحة بحدود تقل عن نصف كيلو متر مربع. تقع الفاتيكان في قلب العاصمة الإيطالية روما، وأغلب سكانها هم رهبان وراهبات من جنسيات مختلفة. ولكن كيف تأسست هذه الدولة الصغيرة وأصبحت تحظى بهذه الأهمية الدينية الكبيرة؟ خلال الفترة ما بين القرن الثامن وحتى القرن التاسع عشر، كانت الفاتيكان عاصمة الولايات البابوبية، وهي سلسلة من الأراضي في جبهة الجزيرة الإيطالية التي كانت تحت الحكم السيادي للبابا. هذه الولايات كانت تشكل دولاً رئيسية في إيطاليا، حتى إن احتلتها القوات التي وحدت البلاد في أوساط القرن التاسع عشر، فخسرت الفاتيكان سيادتها على هذه الدول فيما عدا مدينة الفاتيكان التي نعرفها اليوم. عندها أصبح البابوات كالسجناء في قصر الفاتيكان، إذ لم يرغب أي منهم مغادرته حتى عام 1929، عندما أبرمت الحكومة الفاشية الإيطالية اتفاقية لاتيران التي أدت إلى تأسيس دولة الفاتيكان بشكلها الحالي واستقلالها عن إيطاليا. كما وافقت الحكومة الإيطالية على منح الكنيسة الكاثوليكية تعويضاً مالياً عن خسارة الولايات البابوبية. البابا هو رأس دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، ويعد قصر الفاتيكان داخل أسوار المدينة مقر إقامته. يطلق اسم الكرسي الرسولي على حكومة كنيسة الروم الكاثوليك، أما أمراء الكنيسة المعروفون بمجمع الكرادلة فهم يصوتون على انتخاب البابا، والذي عادة ما يظل في منصبه مدى الحياة. لكن عام 2013 استقال البابا بنديكتوس السادس عشر لدواع صحية، وقام حينها الكرادلة بانتخاب أول بابا من أمريكا اللاتينية، البابا فرانسيس، الذي يرأس الكنيسة حتى اليوم. هناك بعض الحقائق التي قد لا تعرفها عن الفاتيكان. اللغة الرسمية هي اللاتينية، وتعد الإيطالية لغة رئيسية كذلك. يبلغ عدد السكان حوالي 800 شخص فقط، إلا أن غالبيتهم يعيشون في دول أخرى ويحتلون مناصب دبلوماسية فيها. أما بالنسبة للحرس، فهناك فرقة من الجنود السويسريين موكلة بالحفاظ على سلامة البابا منذ عام 1506. جميع أفراد الحرس هم مواطنون سويسريون، وعليهم أن يستوجبوا شروطاً معينة مثل سن وطول محدد ليحتلوا مناصبهم. ينشر الفاتيكان جريدة يومية لسكانه، وينتج برامج تلفزيونية خاصة به منذ عام 1983. لا توجد في الدولة ضريبة دخل ولا قيود على استيراد أو تصدير الأموال، أما دخلها فتستمده من المساهمات الطوعية. وبسبب الأهمية الدينية والتاريخية للفاتيكان، فقد تم تصنيفه كموقع للتراث العالمي لليونسكو عام 1984. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.